تشاهد برعا شعبيا حقيقيا فعليك بزيارة دار الحجر. هناك الكل يرقص، لا تسأل حينها عن الأعمار، فقد أسقط البرع حواجز السن حين أجاد الجميع هذا الفن. فقط توقف استمتع كما يفعل من حولك الآخرون. محمد علي رجب من ضلع حمدان، قمنا بإنشاء مجموعة شبابية للبرع. قمنا بإنشائها ما يقارب حوالي 15 سنة 16 سنة، حفظا على البرع والتراث اليمني. مع حوالي 150 أو 100 نفر، منها شباب ومنها فيها شيبات ما يقارب عمرهم حوالي 50 سنة 60 سنة. ونحن الآن نقوم بإداء البرعة الحمدانية الأصيلة، لأنها البرعة المفضلة بين جميع البرعات، وهي البرعة التي تسمى برعة الملوك، لأن البرعة الحمدانية هي برعة ملوك. شخص ويسمع ويشوف بيأتوا البرعة، تلقى في الشخص رغبة من داخل قلبه لإبداء البرع هذا، يدخل يريد أن يدخل يبترع في البرعة الحمدانية هذه، مشوق له القلب. حمداني حيداس يا مراجع جيلش يا أهل الكرم في البدع والمختام لها تاريخ قديم. حمدان كانت من مصدرة للرجال الفاتحين أيام الإسلام وأيام في الحضارة اليمنية، كرجال مقاتلين وكرجال أشاوس، وقاد نشر الإسلام في كثير من في ربوع العالم. فهذا انعكس بعد ذلك على موروثهم الثقافي الذي كان نتاجا لتواصلهم الحضاري مع القبائل الأخرى ومع العالم المجاور لليمن. كثير من القبائل اليمنية وبالأخص هاشد ووكيل تتفرع عن حمدان. حمدان هي القبيلة الأم. حمدان تلقى فيها الحمية، تلقى فيها الكرم. حمدان هي كانت الأب لجميع القبل، يعني مذحق أيضا وكندا وكذا، لكن القبيلة الأشهر والأكبر في اليمن هي حمدان. حمدان كان حدودها في بداية العصر الإسلامي وقبل الإسلام من حدود صنعاء، مدينة صنعاء، لأن مدينة صنعاء هجرة، ليس لا تدخل ضمن قبيلة، من حدود مدينة صنعاء إلى حدود مدينة صعدة، ومن حدود مدينة صعدة إلى تهامة، ومن تهامة تصل إلى صنعاء. حمدان كغيرها من البلاد الثانية تلقى فيها تقاليد
والآثار والفن والتراث اليمني. فكانوا هم أكثر الناس بيعبروا دائما عن شموخهم، عن اعتزازهم بهذه الانتصارات من خلال الرقصات، وكانوا مستمرين في التعبير بهذا الفن. مناطق همدان يعني رقصة البرع هي الأكثر شهرة، تؤد من أهم الرقص، الرقصة الهمدانية التي كثيرا من الناس ما يجيدونها لسهولة هذه الرقصة، وأيضا لسهولة تعلمها عند الصغار ثم بعد ذلك عند الكبار. محافظة صنعاء، وتقع إلى الشمال الغربي تقريبا من مدينة صنعاء، وتمتاز هذه المديرية بتنوعها الثقافي، وعاصمة أو منطقتها الرئيسية وادي ظهر. يوجد في هذا الوادي أهم معلم سياحي وهو دار الحجر. هذا القصر الذي بني في عهد المنصور على منطقة أثرية قديمة أو على موقع أثري قديم، ولكن أخذ النمط المعماري الصنعاني. الإمام المنصور كلف المهندس والفلكي المعماري صالح العمار الذي نفذ بناء هذا القصر، وفي عهد الإمام يحيى بن حميد الدين أضاف الطابق الأعلى وبناه من اليأجوج. تميز هذا القصر بتعدد طوابقه وتنوع التخطيط داخل هذا القصر، بحيث أن كل طابق يفتصل عن الطابق الآخر، بحيث أنه يمنع أي أحد يصل إليه إلا بعد أن يستأذن إلى الطابق الذي يليه. أيضا وجد في هذا القصر بيرين، بحيث أنه لا يحتاج الذي يريد الماء بأن يدلو دلوه إلى البير ويأخذ الماء. وجد في هذا القصر المفرق، ليس في قمة البناء في قمة القصر، وإنما على يسار الداخل، وهو عبارة عن ديوان كبير تطل فتحاته على نافورة من المياه، وهذا ما امتاز به هذا القصر. وفي همدان يبرز الزامل فن قائم بذاته
له حضوره الذي لا يخبو ومتعاته التي لا تنتهي. الزامل هو يترتب من اثنين أبيات، والزوامل لها عدة شلات. سلام ما هزا وفزا وانتوزا ويتنا أجازا درزا أين في درزا ما جارو بالمويو وزهو الميوز. وزع من هذا الذي جينا به الذي تتغير يعني شفويا. همدان حيدا سيام رجا جيلا شيام أهل الكرم في البدع والمختم لهم تاريخ قديم. من سلام الله صدر من لسن غلمه للدار والقريع عموم. هذا الدار والقريع عموم جينا نحييكم تحياتي مهمة. في العيد يا أخوان هو لزوم. جينا نحييكم تحية هي مهمة في العيد يا أخوان هو لزوم. وهذا شلة. فن الزامل بتبايناته من كل منطقة إلى أخرى فن شعبي يخدم الموروث ويستخدم في المناسبات والأفراح. أي مشكلة تحصل في القرية يحلوها عن طريق هذا الآثار الذي هي الزوامل أو الحادي أو ما شابه ذلك. فحتى قضية القتل الحين بيخليك ضعفي الزامل تصدق. كان عندنا عادة إنه من فعل حاجة يصير تجيب قبيلة وينجي حتى ولو غلطة. هذا كان غلط يصير خاوي، لكن إذا كنت أنت جيت خاوي عندي وأنت على غلط أنا أقول لك يا أخي ما أنا ما عاد أهتمك. هذا جاء قال لك اللي يقول ذي خاوى بلاد العز ذي فيها الدواء واختار له مأوى جبل هيلان ينجي من يجي. إن قلت لي حيا فأنا جيتك سواء ولا غوى والقبيل حلو ومر عند بيضان الوجه. هو جواب قال لك المرحب ملنقر واو مارب والعجار واللوء ما سبروا سلك الهواء ذي الدول أخبار فيه زامل حلا وحلا من الحلوى وفاق المستوى بقول بك حيا وما نهتابك السار الجبي. الزامل بده خطاق قبل الموكب حق العرس بالضرب لا وسط الميدان على الحلقة اللي في حال توا الحاء تحاولوا والماشي ضرب برع طبعا بين ما يجي بين نقول لك سريع بضيء ولا نفس الإيقع هو نفسه قمت قلم قرر 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 وبعدها عملك على لحن الزامل المزين بيرجع يشكل نفس الإيقع ويفرقه بشكل اللحن حق الزامل للبارس هذا والرذفات والدوامل هم قدوا المشهورين في ضلع أيوه النا شعراء والرذفات همدان ما يهتز قفله والرزاز يا صيحة الأبطال يا كم من عزيز همدان حيد صيام رجاجي للشيام أهل الكرم في البدع والمختم لهم تاريخ قديم همدان يتأصل وله تاريخ ما زال مرتفع ذيق العلي لو كان بوابه ضمير.
مملكه حمدان في عده مهرجانات وعده اعراس وعده احتفالات، منها مهرجانات في اعراس، في الاعراس جو برع الفرقه، في مهرجانات احتفالات اعياد، حتى في الاعياد يحضروا الفرقه برع. في همدان يحتل الشعر والمزاجلات الشعرية حيزا لا بأس به في ثقافة أبناء همدان، وتكاد لا تخلو مناسبة عيدية أو وطنية أو اجتماعية إلا ويكون الشعر حاضرا يعبر عن المشاعر ويبرز المناقب ويعزز الأواصر ويمجد القيم والمثل والسجايا الحميدة. أساس القبيلة تعتبر هي بالتراث اليمني المعروف، المعروف في القبيلة اليمنية بشكل عام وبشكل خاص في قبيلة حمدان. حتى الأعراس ما تقوم الأعراس إلا عن طريق مه بحضور الطاسة وحضور المشايخ والعقال والشعراء. أشعار يرحبوا بالضيف وفيه، وهو بعدها يقوموا تولى باسمها الرسفة ولا ذا يقضيهم. يا مرحبكم صاف المزاج من دون كرباجي، ولكن بالوفا يتبهجي من فرع هياجي ونوادي ضلع شبا وحاج. يا من جيل لاجي بكيري أو يكون من مذحجي، وإن كان من حاشد يكون من كان ما شاف انزعاج. والختم أنا لاجي وفي ذكر النبي بان التجي، الطاهر الراجي إلى الله بالشفاعة والخراج. سلامتكم. طبعا هذا الجواب للأستاذ الشاعر محمد يحيى القاضي. قلنا مرحبا صب مثل الذهب ينصب قالب على قالب، مرحبا صب مثل الذهب ينصب قالب على قالب، يا فروع العرب قالها ضيفي ببدئه وترحابه. صحبة الجيد مكسب وكسبه للمعارف هو المكسب، واللقي صاحبي فالضرب با يلتقي كل ما ضابه. ألف مرحب وجب للضيوف الكل مليون يترتب باسمكم واللقب، مرحبا بالضيف مليون حيابه. والصلاة تبلغ المصطفى والآل في نهجهم نذهب، من يصلي عليهم من يوم الفزع نار لهابه. وسلامتكم. للبرع هي موجودة في كثير من المناطق اليمنية لكن خاصة في همدان. برعة ليست برعة زي ما تقول شريعة، برعة ملوك من الأولى والثانية والثالثة. في همدان في ضلع برعة ثانية، برعة ضلع، ضلع يسموها ضلع لكن حركة تمثالي. الفرق بين البرعة الضلاعية والمنكبية، الضلاعية تشوف فيها تميل يمين يسار على حوافر رجلك في في في, في الأولى في في الكعبة حق رجلك رافع يمين يسار، يعني اللي هكذا ويستوي بعد المهم ثلاث حركات ثلاث عينات يشكلها. شوف البرعة الهمدانية حتى فيها عندنا برعتين، بعد البرعة الأم الأب البرعة الهمدانية الأب فيها منها برعتين، برعة ضلاعية وبرعة منكبية، وهي ثلاث أربع يعني
الأربعة يسموها على آخر هذه الهوشلية. حتى الهوشلية حتى الهوشلية لو تشوف الهوشلية مش هوشلية سريعة. تشوف الهوشلية فيها هادئة. وما تلقاش فيها الضلائية البرعة الثانية من الهمدانية ما تخش فيها. ما فيش فيها هي بس فقط الفرق بينهم. فينا نوصل المزيرية أول قرية نفسه بيت فلان معاهم برعة لها إيقاع خاص. في محلين المنكب وحاز يعني برعة ثم ثانية تختلف الهدى تجي بسرعة البرعة هالحد ثاني والمنكب شيء ثاني دك واحد ولا لها حركة بس فقط هذا فرق في همدان في القبيلة. البرعة المنكبية الفرق بينها هو الضلاعي لأنها تجي فيها الأولى والثانية في البرع سريع مش زي ما الضلاعي بطيء تلقاها فيها سريعة. الضلاعية هادئة إلى درجة إني أهدأ من الهمداني وهي همدانية أهدأ منها حاجة بسيطة. والمنكبية سريعة عن الضلاعية وعن الهمدانية فيها لكن هي الهمدانية هي قدية الحاجة زي ما تقول الكينج حكين ولا ما هؤلاء الثنتين اللي تفرعت منها الهمدانية والضلاعية هي هذيك بضيئة في الأولى وفي الثانية وما بش وحتى في الثانية ما دخلتش فيها الهمدانية دخلت فيها الثالثة حق الهمدانية والرابعة لكن الثانية حق الهمدانية ما دخلتش في الضلاعية. أصل البرع هو الطاسة والمرفع واللاعبين على في الرقص. منطقة همدان هذا هي أفضل المرافع في همدان. أفضل المرافع.
في اي رقص كان ضروري ما ينضبط الجمل الموسيقيه او الايقاع، علشان الراقص مثلا 8 ايقاعات انت تمشي في هذه الثمانيه بعدين تدخل في حركه ثانيه، هذم لا يعني في اشاره الجنب اليد مثلا اشتي يلف يلف يمين يلف بإشارة الجنبية بينهم. 2 عازف الإيقاع متابعك، لما تشتي تدخل من الدسعة تشتي تدخل الوسطى يتابعك أنت قد بين زي اللي خلاص تخرج يغير الإيقاع معك رأسا، يعني ما فيش عد. بترع ما عندي بترع وانا بينهم ترع الطاس مشي، ما احنا ما بنبترعش على الطاس، الاساس هو المرفع لان الدم في المرفع. مثلا بألف واحد بترع وتغيرت حق الدم حق المرفع وقفوا كل ما يسروش. بعض الناس يظن في نفسه ان هي الطاس الاساس، لا الاساس هو الدم المرفع، وفي اي آلة موسيقية هو اساسها الدم. حتى لما قلت لك احنا عند اللي بيرقصوا سواء على مزمر ولا على عود ولا شيء وحصل فيه الرقصه هزه ما يرجعوا يقولوا ضل 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 ولا ما يسرش، هذول الدم هو اللي رابش له. اذا ما فيش مرفع ما فيش برعه، وما يبترعوا الا على دقه المرافع، لاني صوت المرافع الذي بيبرع المبرع بك 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 بك، يعني خلاص انا ساير طوالي كان انا بين سايرها. المرفع عباره عن اله جلديه على اناء نحاسي مشدوده بجلد الابقار الثخين نوعا ما، هذا بيسمى المرفع اللي بيعطي الصوت الغليظ، احنا بنسميها الدم في الموسيقى. بينما هناك الطاسه تكون اله برضو نحاسيه واسعه في قطر اوسع وفيها جلد خفيف او ربما بلاستيك او ما شابه، هذا بتعطي الصوت الحاد اللي هو احنا ايقاعيا برضو بنسميه التك. فاصل رقصه البرع هي المرفع والطاسه، هذه الالتين فقط هم الذي بيرقصوا عليها البرع من الاف السنين. دور الطاسه يعني زي ما تقول الصوت فيها، الزقعه الذي بدي الخلفات فيها، الاستقبال يعني لما تجي تستقبل الضيف المرفع يوقف استقبل بالطاسة بالتحضيرة، تحضر لو ما يجي الضيف لعندك تحضيرة واحدة لو ما يجي الضيف لعندك ورجع دقة واصل مع المرفع يمشي معك سياري قم 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 نقر قم نقر قم، هذه تعتبر الطاسة ميزة بس للاستقبال للتحضيرة. زي ما تقول اللحن، اللحن حق أي فن لعدد موسيقي تمام بالزوج ومنفرد. الدم نفسه حق المرفع مثلا هذه وقت ما يمشي ولا الناس بالأزامل بين ما بيتغير في البرعه كم قد بر قد بر قد بر هذا بيحسب منفرد، ولا مثلي قد 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 الاثنين المقاري وكل دق بين اقول لك ولها شكل ولها حركه. ايقاع البرع هو على ضغوط ايقاعيه معينه في 6/8 في 3/4 في 3/8 بشكل عام. ايقاعات ممكن تركب عليها لحن، ممكن تغني عليها، ممكن تغني عليها كل الاغاني اليمنيه، يعني حتى تلاحظ احيانا كان في التلفزيون بيجيبوا رقصه ايقاع البرع ويضيفوا إليها رقصة من لحج، من يافع، من صنعاء، من تعز، من الحديدة على نفس الضغوط، بتلاقي أن الرقصة راكبة على هذه الإيقاعات على نفس الإيقاع. إذا ما بش دم متكامل سواء جنب عود ولا مزمر ولا شيء العمل كله بيضعفوش.